أبدأ معك دكتور فايز فرحات من آخر المستجدات التي أفادتنا بها مراسلتنا قبل قليل، وهي نية إسرائيل في أن تجتاح غزة بريا خلال من 24 ل 48 ساعة. كيف تترجم لنا هذا الخبر؟ ما الذي يعنيه بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لغزة؟ مساء الخير. أولا في الحقيقة طبعا يعني إذا أخذنا في الاعتبار يعني حجم عملية طوفان الأقصى، سواء من حيث طبيعة العملية أو من حيث حجمها أو من حيث طريقة تنفيذها، كل هذا بالإضافة لعنصر المفاجأة، كل هذه الأمور بالتأكيد وضعت إسرائيل والحكومة الإسرائيلية في مأزق شديد، مأزق أمام نفسها، بمعنى مأزق داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها. كما نعلم هناك صقور يمينية دينية متشددة داخل الحكومة، هناك يعني الجناح الأمني داخل الحكومة يعني سيطر على عملية صنع القرار بشكل كبير، بالإضافة إلى الجناح اليميني الديني سيطروا على عملية صنع القرار داخل إسرائيل وجروا معهم المزاج العام داخل إسرائيل في اتجاه اليمين. كل هذا يعني طرح سؤال كبير على الحكومة الإسرائيلية، لماذا تم ما تم بالأمس؟ وبالتالي إذا أخذنا في الاعتبار أيضا الأزمات العديدة التي تواجهها الحكومة نتنياهو منذ يعني تولي أو منذ تشكيل هذه الحكومة، يعني كل هذا وضع الحكومة أمام يعني ضرورة أن يكون الرد على مستوى عملية طوفان الأقصى. وبالتالي كان من المتوقع منذ البداية أن يكون هناك يعني تفكير جدي في مسألة الهجوم أو البري أو الدخول البري داخل قطاع غزة، لكن من الناحية العملية في رأيي أن إسرائيل لن تستطيع يعني البقاء بريا داخل قطاع غزة لفترة طويلة، ستكون العملية في رأيي عملية محدودة للتعامل مع الرأي العام والضغوط الداخلية، لأنه التكاليف سوف تكون كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل. يعني القوى الفلسطينية على ما يبدو أنها طورت لديها قدرات كبيرة للتعامل مع الجانب الإسرائيلي، فبالتالي إذا افترضنا دخول القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة أعتقد أن التكاليف ستكون كبيرة لإسرائيل، كما ستكون كبيرة أيضا بالنسبة للفلسطينيين داخل قطاع غزة. وبالتالي في رأيي أنه العملية سيكون لها أهداف سياسية بالأساس بجانب الأهداف العسكرية، لأنه يعني حجم عملية طوفان الأقصى كانت من الدرجة إلى الحد الذي وضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق شديد.